هالشمعة كلنا عم نضويها إلك ولحوي كتابك بإيدنا. نعم. Evolution at the dinner table. صورة المائدة والعشاء السري مع المسيح ومع كل مسيح وكل محمد. شو قال داروين؟ Good luck. ها مثل البزاقة والحلزون والضفدعة وكلهم كل الحيوانات، لك كيف عملت هالبيت. وهذا العلماء كلها اللي هون عم تحكي وتقول انتبهوا، المرض إذا ما في مرض في شفاء. ونظرية داروين إنه في شيء مفقود بيني وبين الحيوان، أو في شيء بيني وبين السعدين، في حدا، نعم هو الجهل. بيحكي هون وبيقول كيف فيكم تشوفوا ناس هيك بحياتكم يلي عندهم علم في التغذية، يلي عندهم علم بالطبيعة، يلي عندهم علم بالمحبة بالرحمة. أنت بتسميه نبي، أنت بتسميه مسيح، أنت بتسميه محمد، شو ما بدك. كيف بتضلوا تعيشوا مع تجار رأس مال وين بده يميل راسه؟ تقعدوا حد الأنبياء واتركوا الأغبياء. يا الله، بيقول كيف في هالمرة يلي هي لا بتقرأ ولا بتكتب، راح لعندها شايفها فلاحة، بس سمعها شو عم تحكي شايف حاله شو سخيف، وكل العلماء شو سخيفين. العلم يعمي والجهالة تعمي وكلاهما بلاء. بدي علم ورثة الأنبياء، هيدا العلم اللي بدي إياه. شايف في كتير ناس عندهم ضمير واسع، أوسع من هالأرض وأوسع من كل شيء، وسعت كل شيء مثل الرحمة، لا بيقروا لا بيكتبوا. نصير نستحي بحالنا، نحن ما معنا شهادات. أي شهادة؟ بدي أشهده. وين راحت الأشهده؟ صرت أشهده وأجحده. شو هالآلات اللي عم نخترعها؟ وما خلقت الإنس والجن إلا للعبادة، صرنا للإبادة. The father of health food. بس بلش سنة 1851 مات، سنة 1794 بأمريكا. عم بتقول نحن عنا علم وبلشنا نزرع أشياء ما فيها كيماوي، بلشنا نقول للناس كل اللي عم تعملوه غلط، كل الأدوية كلها اللي عم تجي. نلحق المسيح، نلحق بوذا، كريشنا، الصوفية، محمد. بلشوا يحاربوه. أول واحد واللي بلش يحكي بالأكل وبالطب الطبيعي هن الفلاحين. قالوا إجت أمراض على أولادنا وعنا، لأنه ابنك ما بعته على المدرسة، لازم تبعتهم على المدرسة. العلي مش بالمدرسة. بتطلع بهالشمعة يا هي عم تطلع، في شمع له ريحة، اشتروه بلا ريحة. مش لأنه بالريحة غالي، لا، إلا إذا أنت عم تعمله. أنا بجيب شمع من أغلى مطارح بتعبي، لا تغالي إلا بالغالي، بس العطر أوقات منه طبيعي. ما بقى في شيء طبيعي أبداً، الإنسان بطل طبيعي، كيف بده يفتش على الطبيعة؟ إذا أنا مني طبيعية ما بقى في شيء طبيعي فيي. الطبع والتطبع. فإذا نرجع نفتش ونقول وين هالعلم؟ وين راح سيلفستر جراهام؟ ليش قتلناه؟ مني هالفلاحة؟ قالت بده يجي وقت ما في شيء بيشفينا، ولا تغذية ولا علم ولا شيخ ولا خوري ولا وسيط، ما رح تشفينا إلا الأمراض الصعبة اللي ما إلها شفاء. ساعتها بدنا نقول نرجع لالله. هلا عم بيطلع ناس بيقولوا هيدا من أمريكا، بكل بوسطن ما في رغيف خبز، أهم جامعات هونيك، وين راح الرغيف؟ خذوا كله، هذا هو جسدي المسيح.
على سفرة المائدة مع المسيح ذا لاست سفر ما في ولا مرة، كلهم رجال. قامت امرأة ورسمت نفس الصورة وكلهم نسوان، اجا مطران وباسة وقال لها سامحينا. قالت له هيك المسيح يعني ما في معه كلهم رجال يعني، وين المرأة؟ غسل اجرين رجال. هلا الامراه بدها تنزل على السياسه، بتطلع رئيس الجمهوريه، مساواه ومساومه مع الرجل. المراه مراه والرجل رجل، عكس بعضهم تمام. هاي البولاريتيز ما بقى منحب، صرنا منحب المعاكسه، ما بقى في جواليتي. وقت المراه بتكون حامل، اثنين بيقولوا وي ار بريجننت، انت كمان حامل عندك رحمه. هلا عم بيجربوا، شفتوا كيف الرجال عنده رحم وحبل وخلف ولد؟ هيدا كله تركيب مش فوتوشوب، عم بيركبوا هيك كيف بتركب سياره، عم بيركبوا هلا بلا رجال ومرا. بس ما فيهم حياه، ما فيها رحمه، ما فيها محبه. بتجي مكنه مثل كل هالمكنات، الانسان صار سيسي آله، صار كله مسيرة. بحبك كثير، كل يوم بشوفك على التلفزيون، ليش مش عم تطلع على التلفزيون؟ اللي قال هيك قال هيك. اليوم اللي بلبنان هلا وانا بالاستوديو ما عم تسمع الا اسعافات، الهلال الاحمر، الصليب الاحمر، يا ده بزق ركاب ويا ده بزق ركاب، واثنيناتهم بياخذوا زبونات على المستشفى، ويلا حطي يومين ثلاثة في غيره قد ما في عجقة. عنا زبونات كثير، يلا 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 اعطيها الادو ياخذوا معك بالبيت، اعطيه يوم بالبيت ازلع يعني، خذ اثنين ثلاثة أربعة مثل ما بتحس، قد ما بتحس خذ الدواء يعني. وبقول لك يا الله شو هالطبيب، أنا اللي شهرته، كل الزبونات اجوا من وراي لأن أنا رحت لعنده وخبرت عنه وانشهر. لو بتشوف الناس شو مشهور هالطبيب، رحت بهدلته قلت له ماني جاي عندي انشورنس، بس شو عم تعمل بهالادوية؟ قال لي هن بيحبوا الدواء، أنا بطبب كمان بكندا ما بعطي دواء، هونيك بيفهموا هون بهلين. إذا نحن حمير يعني مع احترامي دايما، أنت فإذا بالك بس يكون لطيف وبيساير وكيفك مدام وأهلا و... مين ببيع أدوية أكثر؟ الـ FDA بتعطيه مصاري. مين بيعلم بهالكتب يلي غلط؟ الـ FDA بتعطي مصاري. بهمها تكون الصين حاكمة العالم، فيك تشتري هي بدولار وهي بمية دولار وهي بمليون، من شو بدك؟ ما بدي حدا أبدا. ويندو شوبينج بس، تطلع هيك اسأل حالك ليش عم تشتري؟ بحاجة أو لأنك زران وتعبان؟ مرض هي شوب أنتل يو دروب. يا حبيب قلبي، أي أكل يلي هو بغذي الجسد نواياك وأفكارك، وإنت تسمع لجسمك. ما بدك كتاب طبخ. أنا يسألوني بأمريكا هل قد وين كتابك أكلك كتير طيب؟ قلت لهم عندي كتاب Look and Cook and Throw the Book، بس شوف الأكلات هن شو بقي قبل بيوم، بعمل منه شيء وبعدين البقايا بايلا بقايا، بعدين بشوف شو في عندي اكل، شو في خضره، بشتري ارخص شيء لانه بيكون الموسم، بتعيش مع المواسم. مريم يقولوا لي بس تتركينا ما بنعود نحب ناكل من اكلك لانه اللي عم بيطبخوا من بعدك. قلت لها طبعا، لان انا عم بطبخ ما عندي طمع فيكم ابدا، ما حدا كرمني لا ماديا ولا معنويا، كل هالبيوت الحكام اللي فت ليها ما في الا هيفا بنت فيصل وبندر. شو عم تعملوا هلا؟ اذا بتوقفوا هالمشاريع اللي عم تعملوها انا بجي، ما بدي شيء منكم. بنفتح مشفى بالسعوديه بالرياض، بس 99.99 منكم نعم عبيد للشر، ما فرقت معكم، بس هو شيعة يعني، هو سنة،
كاثوليك هذا أرثوذكس. عشان هيك من بعد هالدمار الشامل بدنا نرجع إلى العقل، اعقل وتوكل. بس ضروري نوقع بهالجورة يعني. قال وقع واحد بالجورة، إجا واحد قال له خليك هون، خليك بدي صورك وآخذ صورتك للبلدية تفرجيها هالبلدية. إجا واحد قال له بدي فرجيهم، تعطى صورك تفرجيه لهيدا الخوري وهيدا الشيخ شو عم بيعمل. لك يا خيس طلعوني من هالجورة وبعدين صوروني وبروح أنا بحكي. لا خليك هون، خليك هون، خليه يموت، ما كتار عم بيموتوا، في كتار أمات. قلت في كتار عم بيموتوا، يعني بنتي وحدة منهم شو؟ الحكيم قال الدكتور إنه بدها تموت، شو ما غيرتيه لأكلها؟ وهيدي مريم نور خطرة يعني، ما تصدقوها أبداً. وهيدي أم عندها ولدين عندهم سرطان، وهي بمستشفى سرطان للأطفال، وصحوا ليلة عندي بالبيت. قالوا لها إذا بتحكي عن مريم نشحطك من المستشفى. لو الأدوية والعمليات بتشفي، ما وصلنا لهون. المرض عم بيزيد، الدمار عم بيزيد، الجهل عم بيزيد، والإنسان عدو ما يجهل. يا حبيب قلبي، حلو كتير تشوف إنه نظرية داروين مهمة، ولكن عرف حاله إنه الإنسان عنده جهل، وهيدا الفرق بين الإنسان والحيوان. الحيوان ما عنده جهل، ما حدا بيقتل حدا بالحيوان. إذا طبيعته بده يقتل تياكل الأسد، بياكل وبيترك لغيره. النحلة بتروح في ألف زهرة، تجي نحلة بتغط عها، هودي كلهم مرشوشين وبلاستيك. عرفت أي هي الزهرة الطبيعية؟ أخذت شوي وراحت لعند أصحابها النحل وقالت لهم تعدد لكم في نحلة بعد فيها، بيتركوا العسل فيها، ياخذوا قليل من العسل. الطبيعة عندها رحمة، نحن اللي ما عندنا رحمة. هالكتاب مهم إنكم تقروه كلكم، The Mother of the Standard American Diet، هي الأرض. وقت اللي طلبوا وقالوا اتركوا الحيوانات هي حرة وفالتة، وانتوا طلعوا بالترين وتفرجوا عليهم، نعم، قال باستور أنا غلطان. وكلهم اللي اخترعوا أدوية وأمراض وهيك عملوا بروجكشن شو في بقلبهم، مدام كوري وغيرهم. قالت هذا خط ايدي، مين اللي عمل؟ سومنابوليزم. كلنا عم نشخر واموات، نحن مفتحين عينينا ومغمضين عينينا. مش لاني فاتحه عيوني، لازم تفتح البصيره، العين الثالثه، من له اذنان فليسمع، اذن وحده بس مش هو. مشان هيك وقت اللي بتوصل لل 99 بتفوت بالميه، بس ما فيك تحكيها. الحقيقة ما حدا بيقدر يقولها، أنت فيك تسحبها. You can catch it but nobody can teach it. وفسر الماء بعد الجهد بالماء، مش ماء ماء. نعم، إذا بقلكم شو عم يعمل الأنتيبيوتيك فينا ما بتصدقوا. اسمه مضاد حيوي ضد الحياة. بيقول كل يلي عملوه فاكسينيشن تطعيم وامراض وادويه هن اللي عملوا المرض وجابوا الدواء، وكلهم وافقوا انه ما تاخذوا الدواء بس اشتري، لازم ينباع. نعم، كل هيدا الفشل اللي وصلنا ليه. نعم، الميكروبيوتيك هي طريقه حقيقه، هي نظام كون، ولكن ما بقى يخلوه يحكي يلي حطها النظام. وخطرة مريم إذا أجيت وحكيت، ولكن قال لي ميتشو تعي ومناخد سفينة ومنروح برات أمريكا ومنحكي للناس، مش مضطرين نروح لمطرح، اليوم في إنترنت. سنة 1910 A young Japanese living in Kyoto هو اللي شايف إنه الأكل يلي بيشفيك من السل، وشاف السل اللي عم ينتشر حول العالم، وبلش يمشي حول العالم ويقول غيروا أكلكم. وأمريكا قتلته وعرف إنه رح يموت. قال له لمرته جيبي تأشرب، شرب من هاي المشروبات الغازية وقتل حاله.
بس الحقيقة ما بتموت، الحقيقة هي اللي بتربح، ما بيصح إلا الصحيح. كل اللي حكوا عن العلماء عن الأدوية اللي عم تعملوها لخيلكم، قالوا له إذا حكيت بنقتلك. فاستر وغيره من العلماء ما كانت تسكت. شو صاروا هلأ؟ بشو بيلهونا؟ شو التهينا برمضان؟ بهالمسلسلات، بهالغنينة، بهالمسرحيات، الأكل هي منه أكل، زادت أمراضنا وزاد بيع الأدوية. بشو حط المرض داروين وكيف صح وشو هو؟ نعم، كل واحد منا يعرف إنه الطبيعة هي اللي بدها تشفينا. أمكم الأرض، ألفريد راسل واليس، هو اللي حط علم. نعم، سموه أنت مسلم، قال له ما بعرف شو الإسلام، بس هالطاقة السبعة الآي تشينغ فينا، طاقة ذكر وأنثى، من هون بدكن توحدوها. شو من عمل منيح كانوا يقولوا له أنت مسلم، النار ما بتنطفي بالنار، أنتوا عم بتشوفوا شو عم بيصير، بدنا مي تنطفي النار. هالخمس حدود اللي موجودين بكل العلوم وبإيدك، فايف إليمنتس، المي بتطفي النار، النار بتقص المعدن، المعدن بقص الشجرة، الشجرة بتفوت بالأرض، الأرض بتشرب المي. هيدي الصلة والتواصل بصلة الأرحام. إن شاء الله اليوم نعرف إنه ما في بهالوجود إلا الوجود، لا تفتش على المفقود بروح الموجود. ما تفتش منين إجا هالفحم وهالألماز وهالكريستال، كله إجا من هالدنيا. أنت المقلعجة وأنت الكندرجة وأنت الجوهرجة، عمل العمل اللي بتحبه، ما في حدا أحلى من حدا. ما تجرب تحلل، بتنحل قبل ما ترحل، لأنه ما في حل. Nobody is perfect. Perfection كذبة. نتكامل ونتواصل، حتى الحجر بيكبر بينما، لأن كله معمول من نور. الله نور السماوات والأرض، الشجر كلها بتحكي مع بعضها. إذا في شجرة مريضة كل الشجر بتحس. اليوم الجار ما بقى يحس بالجار، إصبعي ما بقى يحس بإجري، لأنه أنا ما بقى حاضرة أني عيش هالتناغم يلي بجسدي. أنتوا جربوا أي شيء بتحسوه، كل واحد منكم تصير إيدك نار. وين الوجع؟ حط إيدك، خذ نفس، من تمك من مناخيرك طلوع نزول، انت اللي بتحسهم خدون. بس كلنا بس طلعنا تنفسنا صرخنا بيضرب الطبيب. ليه اول ضربه كلتها منه؟ ليه بتنتعوا لهالطفل؟ هيدي الولاده الطبيعيه، ومن تحتك سريه، هيدي بالمي. في منهم بيتركوا الخلاص شي ثلاث أربعة أيام مع الطفل، ما قعد تسعة أشهر معه، معود عليه. حطوا ميشيل أودان أندر ووتر بيرث. وين هي الداية؟ الداية اللي بتولدك والداية بتقعد حدك أنت وعم بتموتي. ما في موت، فن الحياة هو فن الموت. إذا عرفنا نعيش بنعرف نموت. فينا موت، اللهم تقبل منا هذا القربان ستنا زينب والحسن والحسين، يعني
قال لك بيموتوا ولادك مش ولادك وايدك مش ايدك، هيدي امانه. فاذا الكتاب خير جليس دايما ما عندي غيره، بقرا وبسكر بتطلع فيه بقول له يا حبيبي انت، يعني يا صاحب الدار، الصوره اللي بتحبوها تطلعوا فيها، بس صورناكم بالارحام. مشان هيك الحبيب ما عنده صوره، حتى ما المسيح بيظهر علينا مثل ما بنشوفه، بنروح كلنا على مدجيغوري مطرح ما ظهرت العذراء، فوتوا لجوا. انتوا شوفوا الاشاره بشاره، بتصيري تعرفي هيدا شيطاني وهيدا رحماني. انتوا عم تقري بتحسي، اتركوا الاحساس الانتويشن يحكي. هو بيقوى فينا. دايما اسمعي له. عرفي انه هو اللي عم يحكيكي. اللي ثقة فيك، ثقة بالثقة. لتكن مشيئتك، بس قال لي اعملي شغل، مش بس كلام بكلام. اعقل وتوكل. شو الفعل اللي عم بعمله؟ كل يوم شو عملت مريم لمريم؟ لأم الأرض؟ للآخرة حسن الخاتمة. سو كل ما عرفت نفسي بعرفك أكثر، كل ما حبيت نفسي عم بحبك. بتمنى لك مثل ما بتمنى لنفسي، لأنك أنت أنا وأنا أنت، نحن نحن، أنا أنا، نون ميم واو. اليوم كلكم عدوا تقروا شو سواقط الفاتحة، شو هن السبع تحرف من الموجودين بالفاتحة، شو هو هالحرف؟ ليش صرنا نقطة هون صار حرب؟ مش الحق على الشيخ أو الأستاذ أو هيدا السياسة، ما هيدا بسبب هالكعك من هالعجين تعوا تنقلب الهرم. الله هو الإله، يعني صار المال والدولار والدرهم والدينار، حطوا تحت إجريك. لعلي مش بالمال، بدل ما تبكي بفولكسفاجن بكي برويز رويز، معلش تتجوز عمرتك ثلاث أربع نسوين، بدل ما يكون عندك حما بصير عندك أربعة، بتحميك أكثر. قالت له بدي أتركه رح أرجع على البيت، قالت له خليكي أنا جاي لعنده، خلي شوف حماته بالبيت ساعتها. انت شوف شو بدك تعمل. نقراهم حلوين. نعم، نصف الثقة بالنفس، عدم المقارنة مع الآخرين، هو وهو وانت انا، نصف المقارنة مع الآخرين، ونصف الراحة عدم التدخل في شؤونهم، ونصف الحكمة الصمت. أو نصف أو صفة، أنت بتقرأ أحلى مني. إذا جرحت شخص وطال صمته، تأكد بأنه يعاقبك عقاباً أقسى من عقاب الكلام. انتبه، وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة الله، وما قبل الله لا إله إلا الله.